نحو خدمات بجودة أفضل. اندمجت شركة ظفار للخدمات المدمجة رسمياً تحت مظلة مجموعة شركات نماء بمسمى شركة نماء لخدمات ظفار، مطلقة هوية جديدة هدفها تحسين جودة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للمستهلكين في محافظة ظفار. وصلنا الآن مرحلة التكامل، ومرحلة التكامل هي تكامل كل نماء معا، وتدشين نماء لخدمات ظفار هو يعني الاحتفال اليوم بعد إن كان في سبقتنا نماء لخدمات المياه، وسيستمر هذا الوضع، وبإذن الله سنستفيد من كل هذا الزخم الهائل وكل هذه المجموعة في نماء لاستفادة منها. وستعمل شركة نماء لخدمات ظفار على تأمين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في جميع ولايات محافظة ظفار، حيث توفر خدمة الكهرباء لأكثر من 144 مشترك، كما تقدم خدمة تزويد المياه للمشتركين عبر عدة محطات لتحلية المياه في المحافظة، فضلاً عن توفير خدمة معالجة مياه الصرف الصحي عبر 9 محطات. بدأت رحلة نماء في عام 2014 بتدشين الهوية في الشركة القابضة، واليوم نحن فخورين جداً بطاقم العمل في ظفار، محافظة ظفار، حيث قاموا بتكملة هذا المشوار وتدشين الهوية نماء لخدمات ظفار بشكل ناجح وبحضور قوي. ونتمنى من جميع المستمعين زيارة صالتنا الجديدة والتي تشمل على جميع الخدمات، ومنها للكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأعلنت الشركة خلال الحفل عن إطلاق مبادرة بعنوان أسبوع نماء في ظفار، وهي إحدى مبادرات مجموعة نماء للعام الحالي، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع في مناشط مختلفة وتوعية أفراده بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه.